الدكتور رفيق جبريل إبراهيم نائب رئيس نداء السودان، مرحبا بك في جنيف. واليوم في ختام فعاليات الدورة 39 لمجلس حقوق الإنسان، هل يمكنك أن تعطينا تنويرا عن ماذا تم في هذه الدورة، وما هي ما مدى رضاؤكم أو عدم رضاؤكم عما تم في مشروع القرار 24 فيما يخص وضع حقوق الإنسان في السودان وبناء القدرات والعون الفني؟ تفضل. طيب، شكرا جزيلا. أنا سعيد الأخ الدكتور بهذا اللقاء، وأقول للشعب السوداني أجمع وأننا جئنا إلى مقر مجلس حقوق الإنسان في جنيف للدفاع عن حق الشعب السوداني، طلابه، نازحيه، لاجئيه، الأسرى، كل فئات المجتمع، النشطاء، الصحافة، كل المتضررين من سلب حقوقهم الأساسية، جينا لندافع عنهم. وخلافا لما يراه البعض أن الأمر يجب أن يترك للنظام هذه الساحات الدولية ويكتفى بالحديث في داخل البلد، مفكرة أنه من المهم جدا أن الناس يدافع عن حقوق الإنسان في الداخل وفي الخارج، لأن النظام نفسه لا يستمع إلا إلى الخارج. إن كان النظام على استعداد للاستماع إلى الشعب السوداني ولتقدير حديث الشعب السوداني ورأي الشعب السوداني، لما احتجنا في أن نتكلم في منابر دولية ونطالب بأن يكون أن يدافع عن حقوق الشعب السوداني، ولكن النظام هو الذي اضطرنا أو دفعنا إلى البحث عن منابر يستغلها النظام لتحسين صورته القبيحة، وفي ذات الوقت لا يريدنا أن نظهر في هذه المنابر. نحن جئنا على أمل أن نعكس الصورة الحقيقية لوضع حقوق الإنسان في السودان، في سجون النظام، ما يعانيه الأسرى، ما يعانيه الطلاب من عنف غير الطبيعي من ميليشيات ومجموعات جهادية خاصة بالمؤتمر الوطني والجهاز الأمن، ما تعانيه الصحافة، ما يعانيه النشطاء السياسيين. وهكذا نحن شاعرين بأنه في البلد في إشكال حقيقي في مسألة حقوق الإنسان، في مسألة الحريات، والمجتمع الدولي ليس على وعي كافي لحجم الانتهاكات الموجودة في السودان. ولذلك كان الدور في أن نأتي بصفتنا نداء السودان، أكبر تحالف للمعارضة السودانية، لنعكس هذا نعكس هذه الحقائق لمتخذي القرار في مجلس حقوق الإنسان. وأعتقد أننا حققنا الكثير، لا أستطيع أن أقول أننا حققنا كل ما نطمح إليه. كنا نطمح مثلا في أن نرجع النظام، وليس السودان، نرجع النظام إلى البند الرابع في الإجراءات الخاصة، ولكننا لم نوفق في ذلك. في المقابل سعى النظام أن يخرج من كل الإجراءات الخاصة، وأن ينهي مهمة الخبير المستقل، وأن يحصل في ذات الوقت على دعم مالي كبير من الأمم المتحدة لبناء القدرات كما يسمونها. ولكن الذي حدث أن النظام بقي في تحت بند الإجراءات الخاصة، تحت البند العاشر، تم التجديد للخبير المستقل، وأضيف لذلك إنشاء مكتب للمفوض العام لحقوق الإنسان. ونعتقد أن هذا المكتب لو قام بالتفويض الكامل حسب المعلومات اللي وجدناها من الجهات الفنية المختصة، لو قام هذا المكتب بالتفويض المطلوب، نفتكر أنه في النهاية الوضع هيكون أفضل من أن يكون عندك خبير مستقل.
ولكن احنا اصرينا على الاطراف اللي التقيناه انه يكون عندنا هذا المكتب ويكون عندنا الخبير المستقل في ذات الوقت، وما في تعارض بين الاثنين. وسبق ان كان عندنا في السودان وفي بلاد اخرى ايضا وجود اكثر من طرف معني بحقوق الانسان في البلد المعين. يعني كان عندنا سبيشال رابورتير او اللي بيسموه مقرر حقوق الانسان، وكان في مكتب لحقوق الانسان في السودان وفي دول اخرى كثيره الان المساله موجوده. ولذلك نحن نعتقد ان المساله حيكون عندنا مكتب وحيكون عندنا الخبير المستقل يتابع وضع حقوق الانسان في السودان، والناس اتفقوا انه برضه يبذل جهد في تزويد هذه الجهات بمعلومات قابلة للتوثيق. حتى عندما تأتي في التقارير لا يستطيع النظام أن يفندها ويقول أن هذه غير مثبتة. الناس في حاجة إلى بذل جهد أكبر لتقديم معلومات بالدقيقة وبالساعة وباليوم وبالمكان بصورة دقيقة حتى وبالأسماء، حتى يستطيع الناس أن يعكسوا الحقيقة كما هي للجهات المختصة حتى يحاسب النظام بصورة قوية. نحن في زيارتنا هذه أو في مشاركتنا في هذه الجلسة تبين لنا أن الدول اللي أصلا هي ما عندها أي ترتيب لحقوق الإنسان ولا بتؤمن بحقوق الإنسان ولا هي أنظمة ديمقراطية بسهولة شديدة جدا ترص نفسها في تحالف للدفاع عن بعض. وهذا واضح جدا من المجموعة الإفريقية، من المجموعة العربية، من دول مثل الصين، مثل روسيا وهكذا. الدول ما بتؤمن بالمنهج الديمقراطي، ما عندها إيمان يذكر بحقوق الإنسان، بسهولة تصطف وتدافع عن بعضها بالباطل. ونحن من فكرة أنه الناس محتاجين يبذلوا جهد أكبر. يعني أنا تركنا ساحة حقوق الإنسان للنظام لفترة طويلة لعقود الآن ما شاركنا فيها، ووجد فيه النظام مساحة واسعة جدا ليبطع فيها. الآن نحن وجودنا يعني ضيق مساحة حركة النظام، أتاح لنا فرصة للقاء جهات كثيرة جدا الدولية سواء كانت الدول أو منظمات، وتحل لنا فرصة توصيل رأي الشعب السوداني عموما من وجهة نظر غير وجهة نظر النظام. وأنا أعتقد أن كانت الجلسة مفيدة جدا، تعلمنا فيها حاجات كثيرة، عرفنا نواقصنا، عرفنا المطلوب منا في الفترة القادمة ماذا نفعل، عرفنا أن الناس يحتاجوا يعملوا عمل مسبق قبل الجلسات بالاتصال بالجهات المختلفة سواء كانت دول أو منظمات أو دول، عمل ترتيب مسبق قبل المجيء إلى الجلسات. نعتقد أن ليس من السهولة أن يخرج النظام من نظام من الإجراءات الخاصة لا في الجلسة القادمة ولا في بعدها ولا في بعدها، إلا إذا فتح الله عليه وغير سلوكه وجلده بالكامل وانفتح لحقوق الإنسان وانفتح للديمقراطية للحريات، هذا أمر آخر. ولكن بالوضع الموجود ما متوقع أن يخرج النظام من الإجراءات الخاصة ولا عن رقابة مجلس حقوق الإنسان. نحن نفتكر أنه حق أهلنا يطمئنوا أنه صوتهم الآن بيصل سواء كانوا المتضررين في مناطق الحرب أو حتى غير المتضررين في مناطق الحرب، بما في ذلك العاصمة، في كل فئات المجتمع، النشطاء السياسيين، الصحفيين، الطلاب، الأسرى، كل إنسان الآن صوت وصل لمجلس حقوق الإنسان ووصل بقوة. ووجدنا أنه منظمة حقوق الإنسان الكبيرة بالذات وقفت وقفة قوية مع الشعب السوداني، Human Rights Watch، Amnesty International، كل المنظمات اللي عندها اسم وعندها وزن كانت واقفة مع حقوق الشعب السوداني، لم تقف مع الحكومة. الدول الديمقراطية الغربية كلها وقفت مع حقوق الشعب السوداني وطالبت بمزيد من الحريات للناس وكفالة حقوق الإنسان في السودان. نفتكر أنه عنده في مساحة للحركة كبيرة،
والمعارضة في حاجة إلى ومعها منظمات المجتمع المدني في حاجة إلى تنظيم نفسها بصورة أفضل وإلى التواصل مع كل هذه الأطراف بصورة منتظمة طوال العام قبل المجيء إلى مجلس حقوق جلسات مجلس حقوق الإنسان، وعليهم أن يأتوا أيضا إلى مجلس حقوق الإنسان. صحيح المجيء إلى جنيفا مسألة مكلفة للإنسان اللي يريد أن يأتي من السودان أو من أي طرف من أطراف أخرى، أن تتكفل بمصاريف الترحيل، مصاريف السكن، مسألة ليست مسألة هينة، ولكن الشعب السوداني يستحق أن الناس يجوا 10 يجلسوا في غرفة، 5 يجلسوا في غرفة، يتدبروا أمرهم، لكن لابد أن يأتوا في النهاية لتوصيل هذا الصوت. ونحن فكرة أن التجربة كانت مفيدة جدا، وحنواصل جهدنا في أن لا نترك هذا الفراغ أو هذه المساحة للحكومة السودانية لتملاها بما تشاء من أكاذيب، ولكن محتاجين نعطي الحقائق مباشرة للمجتمع الدولي، للمنظمات الدولية، لكل الجهات المحبة للسلام والجهات الرائعة لحقوق الإنسان، عشان نساعد الشعب السوداني في أن يحصل على قدر مساحة أوسع من الحريات، ويحترم كإنسان عنده حقوق وواجبة الرعاية. ونفتكر أنه ما أنجز بالنسبة لنا وبالنسبة للمجهود السبق الجلسة، نعتقد أنه مسألة كافية جدا ونتيجة مريحة. أنا شخصيا مطمئن تماما لما تحقق، وصحيح طموح الإنسان دائما كبير، لكن أنا أفتكر أنه دي خطوة جادة ومفيدة جدا الناس خطوها، وسنخطو إلى الأمام ولن ننتظر الجولة القادمة أو بعد القادمة لنأتي ونقول والله لن نعد العدة، ولكن نعد العدة من الآن لنحقق نتائج أكبر في الجولة القادمة إن شاء الله. شكرا. ذكرت بأن وجود منظمات المجتمع المدني ضروري ومهم ومكلف، ونحن رأينا عدد ضخم جدا من منظمات المجتمع المدني أتت إلى هنا. أنا أستميحك عذرك، يمكنك أن تواصل، نحن بهمنا الصوت، ولكن سأضيء القاعة من جديد. رأينا عدد من منظمات المجتمع المدني أتت من الخرطوم بوفد كبير، وهذه المنظمات تأتي دائما وتكذب بأن الحرب في السودان انتهت، وأن وضع حقوق الإنسان في السودان في الشرق وفي دارفور على ما يرام، ونحن جمعنا السلاح ونحن نعيش في سلام، وكل ما سمعناه فيما يقولونه من 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 بيانات في الغاعة. ونحن نعلم جيدا أن هذه ليست حقيقة الوضع في السودان. ورأيت أيضا، وأنت كنت شاهدا على ما يتاجر به النظام في التقاط بعض الصور لهز الصغة فيما بيننا كحلفاء، فهل يمكنك أن توضح لنا في هذا المحك عموما، لأن أيضا الحرب النظام يسعى لهذه الألاعيب الإعلامية لطمس الحقائق، وادعى النظام بأن سكرتير العلاقات الخارجية لنداء السودان التقى مع مندوب النظام في جنيف على هامش، وكل ما يدور في السوشيال ميديا. أعلم أنه وهذا كلام ليس له أهمية، ولكن من حق الشعب السوداني ومن حق قواعدنا أن تعرف حقيقة الأمر في هذا. تفضل. شكرا جزيلا. أولا التعميم مضر، لا نستطيع أن نقول كل المنظمات التي تأتي من منظمات المجتمع المدني التي تأتي من الخرطوم تأتي لنشر الأكاذيب. هنالك منظمات هي منظمات حكومية ليست منظمات مجتمع مدني، التسمية نفسها غير صحيحة، هي منظمات صنعتها الحكومة وتستخدمها الحكومة لأغراضها. هذه منظمات النظام، وطبيعي جدا أنها تكون صدى للنظام وتكرر ما يطلب منها من حديث، وهذا شأن طبيعي لمن يعتاش على مثل هذه المنظمات ويجد الفرصة للسفر وغيرها. الأمر الطبيعي أنا لا أرى فيه ما يستحق الوقوف
عندها فترة طويلة. في كمية من المنظمات اللي نحن نفتكر أنها صادقة ومستقلة فعلا وصاحبة رأي، جل لهم لا يستطيعون الخروج، جل القيادات هذه المنظمات لا يستطيعون الخروج من الخرطوم، ولا يسمح لهم وليست لهم الإمكانيات التي تسمح لهم بالمجيء إلى مثل هذه المنتديات لتوصيل أصواتهم. جاء منهم بعض الأفراد، أنا أعتقد كانوا وجودهم إضافة حقيقية وصوتهم وصل وجوا بإحصائيات وبأرقام وبمعلومات كانت مفيدة جدا لكل الذين التقوا بهم، شعروا بأن هنالك حقائق دامغة قدمت لهم في مجال الصحافة، في مجال في مجالات حماية الانتهاكات التي حصلت للمدافعين عن حقوق الإنسان. أعتقد الأخوان اللي شاركوا كان مشاركتهم فاعلة ومفيدة بلا شك، ولو تيسر لأي عدد من القيادات، قيادات منظمات المجتمع المدني الحقيقية للوصول إلى هذه المنتديات في هذه الجلسات، أنا أفكر أنهم يكونوا مفيدين جدا. ودائما المجتمع الغربي بصورة خاصة بفضل الاستماع إلى منظمات المجتمع المدني من الأحزاب السياسية أو من حركات مسلحة، لأنه يعتقدون هذا أطراف في صراع مع النظام، وبالتالي الشهادات مجروحة. لكن شهادة المجتمع المدني المستقل شهادة أكثر، عندها أكثر مقبولية من شهادة الأطراف المتصارعة مع النظام نفسه. ولذلك وجود ممثلين للمجتمع المدني الحقيقي أمر في غاية الأهمية. كيف نتمكن من هذا؟ تحدي كبير في حقيقة الأمر، اللي ضيق ذات اليد عيشة هذه المنظمات، تحكم النظام في حركة الناس وفي سفرهم ومصادرة الجوازات مسألة طبيعية عند النظام، ولذلك ليس بالأمر الهين. ولكن أنا أعتقد أنه يعني الناس لازم يجدوا وسيلة لأنه الناس الأصوات الحقيقية للشعب تصل للمنتديات المختلفة وتوصل الحقيقة كما هي. هذا جانب. أما بالنسبة للقاء الأخ ياسر من العلاقات الخارجية في نداء السودان بالدكتور مصطفى عثمان إسماعيل، مسألة ما بيستحق الوقوف عندها. نحن خرجنا على النظام وعلنا معارضتنا للنظام من 2001، وبدأنا نتفاوض مع النظام من 2002 ليوم الليلة، نقابلهم باستمرار في المنتديات المختلفة. في النهاية نقول ما عندنا ونسمع ما عندهم. لو الإنسان لو لا يستمع إلى خصمه ولا يسمع خصمه ما عنده، كيف يريد أن يصل إلى حل مشكلته؟ يعني الطبيعي أنك أنت تتكلم مع خصمك، لكن تكون أنت مؤمن بمبادئك، برؤيتك، متمسك بالقضية حقتك. وافتكر الآن لو في ناس افتكروا أنه في المجموعات الموجودة أو في ناس قابلين للبيع والشراء كما يفعل الناس الآخرين، افتكر الناس ما بيعرفوا الحقيقة. يعني الناس الموجودين في قيادات نداء السودان ما ناس في السوق، ناس عندهم قيم، عندهم مبادئ، عندهم قضية بيقاتلوا من أجلها، بدافع من أجلها، بنافع من أجلها في كل المنتديات. وما ولا نرى في ذلك على الأقل على الإطلاق عيب في أنه في هذه المنافحة وتوصيل الصوت أن يجد الناس أي مساحات يوصل هذا الصوت. يعني ليس في لقاء الأخ ياسر مصطفى عثمان أي حرج على الإطلاق، ولو طلب من الأخ مصطفى عثمان اللقاء لقيته، أنا لا أرى في ذلك حرج على الإطلاق. نلتقي بمناديب الحكومة في المواقع المختلفة، في كامبالا، في أديس أبابا، في برلين، في كل مواقع الدنيا، ونقول لهم ما نرى ويقولون لنا ما يرون وينتهي الأمر. ولذلك أنا ما شايف في الأمر مشكلة، ولو في إمكانية لتوصيل أي رسائل بصورة واضحة باستمرار للنظام، أنا أفكر الرسائل يجب أن تصل، لا أرى في ذلك حرج. ولكن الناس اللي بيرغبوا في أنه يشوشوا، وفي ناس همهم معارضة المعارضة،
هؤلاء ما عندك معهم علاج لأنه هم لا يريدون معارضة النظام وإنما يريدون معارضة المعارضة ومتفرغين لهذا، ولذلك يبحث عن كل قشة ويعملوا منها من كل حبة يعملوا قبة، ونحن ما شغالين بهم كثير يعني ما عندنا وقت نضيعه في الكلام من هذا القبيل. في خبث طبعا بالتأكيد، يعني كان مسألة ما مقبولة من النظام أنه في النهاية يمشي صوب